نهاركم زين ومبروك. اليوم ان شاء الله رانا رايحين نحضروا معا طبق صدقوني يشهي بريزونطابل صحي. نديروا بطاطا هكذاك مغليه ونديروا لها اضافات ونرافقوها بديزي سكالوب مي فريمون ماريناد تشهي. ندوزوا للمطبخ باش ندو كامل التفاصيل. خديت 4 حبات بطاطا قطعتهم مكعبات مي فريمون صغار، نغمرهم بالماء ونرفعهم فوق الفرنو حتى وين يطيبوا فريمون زبده، وبيان سور ندير لهم شويه تاع الملح. قطعت حبيبه تاع البصل هكذا كونكاسي، لازم تكون مقطعه بالسكين، ندير لها شويه تاع الملح ونحطها على نار قليله مي فريمون طيب وتتعسل. البطاطا ديالي طابت، راني فرغتها في الوعاء. نضيف عليها حبيبه تاع الحار قطعتها رقيق رقيق، تقدر تكون حبيبه تاع طرشي، معدنوس كذلك بسخاء هكذايا، الزيتون نحيت له كامل الملح ديالو، خليته في الماء عده مرات وقطعته هكذايا، اسكرفج لها شويه تاع الجبن اوب. البصل ديالي اللي عسلته شوفوا ليا جاي شهي، حيكون اضافه رائعه. البصل ملحناه، البطاطا ملحناها، نجيو نديرو التوابل. الوغ نديرو غير لاسيزونمون، ملح، شويه تاع القزبر، يقدر يكون كمون، شويه تاع بودره الثوم. وباش حنلمو هذا المزيج نلموه بالبيض، راهو رايح يرفد لنا 4 حبات بطاطا 4 حبيبات من البيض هكذايا. نضيف البيض من الجهه الاخرى المقلاه ديالي راهي فوق الفرنو نار قليله، نخليها تسخن بعقيلتها اوب ونبدا نخلط. نقدر نزيد رشه خفيفه تاع الملح للبيض هكذا باش تجيني موزونه، ولكن ما تكتروش. البطاطا طايبه في الملح، البصل طايب في الملح، الزيتون اون سي جامي مازال فيه شويه تاع الملح، الجبن كذلك. المقلاة ديالي سخنت، ندير لها شويه تاع الزيت هكذايا، ونحط دي سيرسو هكذا متوسطين في الحجم. ناخذ البطاطا ديالي، لي سيرسو تقدروا ديروا لهم من الجوانب شويه تاع الزيت، ونفرغ بسم الله. ودوكا نجوزو باش نديرو لا ماريناد تاع لي زيسكالوب. عندي دي زيسكالوب نظفتهم بالطبع، ندير لهم حبيبه تاع الليمون هكذا العصير، نضيف عليها شويه تاع الملح، ونضيف عليها شويه تاع لا موتارد، نضيف على هذا المزيج 3 سنينات تاع الثوم هكذايا اوب، شويه تاع زنجبيل والقليل تاع الفلفل الكحل، ولا مارينات خلاص راهي واجده. نغطي عليها فيلم غذائي، نخليها في الثلاجه واحد سويعه ولا زوج، ومن بعد نشعل الشوايه ونبدا نحمر في هذا لي زيسكالوب. هذا هو الطبق تاع نهار اليوم، حضرناه معا جميع التفاصيل، حضرنا هذيك البطاطا اللي درناها بالطبع دوزناها الله الله، قيمه غذائيه عاليه. تقدروا تزيدوا لها لا فغي فيرسيون فيها لداخل لا شيركوتري. انايا بما انني رافقتها بهاد ليسكالوب تاع الدجاج ما نحكي لكمش، الماريناد بسيطه ما فيها والو، ليمون وثوم، ولكن البنه رهيبه صدقوني. وصفه ولا وجبه كامله مكمله مع سلطه هكاك اون شيفوناد روعه. البطاطا بيان سور تقدروا ديروها دون دي سيرسو وتحطوها في الفرن، ديروا قطرات من الزيت في الصينيه فوق ان بابي كويسون يستحسن، كي تخرج ديروا لها شويه قانا من فوق تاع الجبن، حتكون وصفه تاع بطاطا صحيه 100%.
في الأخير نتمنى يعجبكم الطبق، تجربوه وترجعوا لي بالخبر، ونتمنى كذلك تنضموا لقناتنا وتفعلوا الجرس باش يوصل لكم كل جديد.